العراس بخسروا الطاقه اللي تاعنا خلاص تاع بكري، ما بقيناش خلاص كيما زمان، عادوا كل شيء يجيبوه من الاترونجي، كلش مع باليش كيما العروسه دركا ما بقاتش تروح الحمام دي تاكسيات وهذه فقيرات كيما عندنا احنا في الشرق، مي مساتو ما بقات حتى بنا امون افي، ما بقات حتى بنا اكطوالمون بلاش انا ما عنديش هذه كلش نبنيوها انا وراجلي ان شاء الله كي باين هذا مكان ما عنديش شرط نو، لازم واحد شغل يدير حاجه سبيسيفيك كوم سا يعاود يرجع دوك التقاليد الكل. وبكري كان العرس حاجه بون تقليديه مي حاجه رمزيه، مي بار كونتر دوك الزواج ولا مجرد كي كما نقولوا حنايا عندك ان بري تاع بوزوبسيون يطلع العرس، ولا تاويل يخموا الناس التاويل اكثر من التقاليد صافي يدير، ولا العرس تقدر ديرو في لاصال تقدر دير ليسونسيال تحركك الماده، مي بكري ما كانش تحرك الماده، كان تحرك كما نقولوا حنايا تقاليد، كاين عرس باغ اكزومبل كي دير عرس ديرو في دار في دارك ولا جو سي با نايا، مي ليسونسيال عنده الشارم تاعو وباقل تكاليف، هذه حاجه باينه. مي دوكا ولا مجرد قلت لك دراهم العرس، ولا عندك دراهم دير العرس وين حبيت، وشنو لو شارم تاع العرس ما كاش، باسكو دي فوا ميم ديرو في اون سال ولا شغل ما عندوش حطه تاع عرس، شغل اللي فات اللي تدخل في بلاصه ديجا ماشي الناس اللي تسكن معاهم تعرفهم صافي دير تروح دير عرس شغل تعرض انت في هذيك المكان هذاك، بصح في هذاك المكان شغل كي شغل تلاقي كيما نقولوا حنا راح دير ماتش. التقاليد قعدوا هما وشنو العرس تاع زمان، العرس تاع زمان فيهم بنا يديروا في الدار فهمت، وبين العروسه كي تشوف عروسه هكذا بالخميس دوكا تبدل الشيء، دوك ولات العروسه ساير ليام ما عندهاش نهار، ويديروا في الدار ودوك كثروا الصالات فهمت، دوك لي صال بزاف، والعرس تاع زمان خير، انا جاب لي ربي العرس تاع زمان خير. هذوك هذيك خساره الدراهم اولا، ثانيتها لو شارم تاع العرس راح فهمت، دوك الناس راهي تجي ترتق ما تجيش دوك تولي في فرح ومن بعد تولي قرح، واحد طارت عينه واحد قاسوه واحد الور مالا لو شارم تاع العرس راح. لي مارياج تاع بكري كانت فيهم بنا خاصه بس كانت النيه، كانوا الناس بزاف يمنوا بالعادات والتقاليد، كانت مام اللبسه ديفيرون على دوكا، كانت الطفله ترضى باي شيء تلبسه في العرس، المهم يكون شباب ويكون يبينها في مظهر زين، ودركا تبدلت بزاف الحاله ولازم دركا كلش غالي، الطفله لازم تلبس حاجه تبان بزاف بها شغل، لازم تبان هي ما عنباليش شنو الستار. انا حاجه اللي تعجبني فيهم كشغل هذيك الشفا البوق ولا ما بايش اسمها، ابار الاخرين هادو كاع زياده ما بايش بيسك يزيدوا في بها تاع العرس، ماذا بيا ندير في عرسي هكاك. اللي يقول لك انا من نحب وحده اللي نعرفها، ما نحبش وحده اللي تخطبيها لي انت باسكو تولي مشاكل خو، دوك انا الوقت انا فيه رجعت المشاكل، دوك الماء رجعت تحب الدار تسكن وحدها ما تحبش مع العجوزه، وكاين الوقت انا فيه خو ما نكذبش عليك باسكو دوك الوقت انا فيه ما نهضرش غير على المراه، نهضروا كاع في المجتمع تاعنا واش صاري في الاسره، كاين ما بين كيما نقولوا باغ اكزومبل ما بين الزوج والعجوزه ماشي كيف ميم تكون العجوزه تكون وحدها مليحه، ميم كي يجي ليها وليدها يغيب عليها شهر شهرين وموا حاجه مليحه يديرها المكتوب تاع ربي منا يا ايتو، ودوك لا دوك الجيل تاع دوك هذو اللي راح يتزوجوا تسمى يقول لك انايا نتزوج ولازم ما نخلي ماليا نخلي هادي، وهادو اللي راهم فرقه عاد خو بزاف يضروا العباد، باسكو كيما البارح كان عندنا عرس قدامنا غير هنا في اجيسونت، يديروا من العرس من 8 حتى 7 تاع الصباح، يديروا بزاف الضجيج يديروا الحس. Yeah.
الزوجه تاع بكري مع الزوجه تاع دركا تصبر تصبر تقاوم تخدم مع الناس، حتى في الريف شفناها في الغنم في الحطب في كذا تشغل مع الراجل تخدم حتى الخدمه اللي يخدمها الراجل، ولكن اليوم صبحت كلش متوفر للزوجه وما تبغيش تقعد عند الراجل وتصبح تطالب بالطلاق. كاين اللي الخبز انا شتها ما تطلعش الكسرات يروح يشري من الكوشه، اذا كانت الكوشه اون بان مش تخدم ما كانش الخبز بالدار، اذا جاوا ضياف ما تقدرش تقوم بهم خاصه اذا كان عدد كبير تاع ضيوف. انا الاشكال وراه، وكاين وين هاجروا زوجات حتى للخارج، لان الهجره اصبحت مأساة من مآسي البلاد، فكم من امراه فارقه زوجها ولم يعود اليها منذ سنين الى الان. كاين اللي صبحت تهدد زوجها هي بالخلع، اذا ما حبش هو يطلقها تهدد فيه بالخلع، تدعي بلي عندها المال وقادره تدير له الخلع. اصبحت ضغوطات الزوج بين الوالدين وبين الزوجه. الاعراس بين الماضي واليوم تغيرت بزاف. بكري الاعراس يعني كانت عندها كما يقولوا بنا، مثلا العروسه كي تجي خارجه من البيت تاع والديها يديروا لها اغنيه تاع ناديه بن يوسف، يا لامي ما نبقيك بسلامه بنتك رايحه للعز والدلال. اما الان ولات الطفله كي تجي خارجه من دار العريس من دار والديها يديروا لها الاغنيه الشبكه يا رحموني يا رحموني يا رحموني. شوف الفرق وين وصلنا له بين بكري واليوم، سي كارثه. و يعني هذه ما نجم نقول يعني بون العرس بون ديفيرونس بين بكري وثقة. بار اكزومبل نشوفوا بكري كان كلش في الدار، القاطو يديروه في الدار، مام العرس يديروه في الدار، الملمة تاع الفاميليا تما طرواجور هما العائلة كامل شغل في الدار، ملي يبدا القاطو حتى يد العروسة. بون دوكا نشوفوا كلش تبدل، على بالك القاطو لازم يدومونديوه برا، لازم العروسة تجيب تشري كلش برا، كلش غالي. بون العرس بكري وثوكا ديفيرونس بزاف، باسكو ثوكا راهو يكلف بزاف، والزاولي ولا ما يقدرش زعما بار اكزومبل باش يتزوج ولا ما يقدرش يشري، باسكو الناس ولات تبع الفاشن. دوك الناس تبع الاموض، لازم تشري بزاف ليتيب زعما تاع العرس، لازم كاين صوالح بزاف تبدلو، مام القاطو لازم يكومونديوه لي بومب هذو. انا نشوف فيهم تبذير. بون ديروا شغل لومبيونس سافا مع العرس، لازم لومبيونس بيان سور. وشنو كاين تبذير بزاف سورتو هذوك اللي يديروا المفرقعات من 12 تاع الليل للفوق، باسكو راهم يديرونجيو بزاف الناس. وان شاء الله ماذا بينا يرجعوا لبكري شويه باش الزوال يتزوج ان شاء الله. هذا هو المفيد، باسكو غلات بزاف 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 كما يقولوا السيتياسيون تاع العريس، ولا ما يقدرش باش يتزوج. العرس تاع بين بكري ودوكا تاع بكري الراجل ما يهدرش كاع على المراه، حتى يلقى المراه جابوها له للدار، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الدوزيام ما بلاش ما فيهاش هذه تاع انه الراجل حتى يلحق 30 والله لازم كدا ولازم تاويل ولازم دوكا تروح تخطب في وقتنا هذا، تروح تخطب لازم المرأة تشرط لك، لازم لك دار وحدك، لازم لك كدا المهر ما بلاش وشحال، صعبوا لنا كل شيء. انا ثاني كراني جو سوي 25 كون مازال ماشي متزوج، جيت تزوج والله دوموندي لك وين تروح تزوج وين تروح تزوج، ولا تروح تخطب والله يدوموندي لك سكنه. هذه الحاجه الاولى اللي عم يدوموند، الشعب راهم دوموندي كاع راهو في الضيق، بروبليم تاع الزوج راهو في الضيق. وعندنا اون بليس دو سا دوكا الحضاره تاع الوقت تاعنا كاع ترى تخطب يقول لك انا طالب لهنا لبنتي، كي تولي حاجه رسميه يقول لك لازم لي المهر ولازم لي كذا، مصابين لها كلشي يا خويا. وهذا واش عندي واش نقول انا. بون الاعراس تاع بكري كانت مليحه، كانت لومبيونس، كانت الزرنه، كانت طبال والاخر. دوكا ولات الشاب قوطي، الشاب دي جي والاخر كذا. تسمى دوكا ديفيرونس بين دوكا وبكري. نفسها ماشي مليحه، اون سي جامي دوك الواحد يقيس واحد وكذا، وصاروا بزاف مشاكل. بليزيور فوا يصراو دي زاكسيدو هكدا، سما هي نفسها ماشي مليحه، الواحد لازم يفيتيها وخلاص. بين الفرق تاع البارح وتاع اليوم تاع بكري خير، ما يدوموندوش بزاف، قال لك كسي ودي. نقول لك حاجه، احنا نطلبوا لهنا للطفله، ما نطلبولهاش باش تولي لاخر بتعاود تولي لهنا، ما تطلبش الغالي على راجلها. ولا شهر مسكين ما يقدرش، مسكين ما يلحقش، ما يلحقش الشهر واش يجيب لها طوموبيل، يجيب لها هذيك حوايج، ما يسكنش مع يماك، ما يسكنش مع هذيك، ما يسكنش مع لا لا، سكنوا مع يماهم، سكنوا مع باباهم، وسكنوا مع العجوز، وراهم الله يبارك اللي راها طبيب، اللي راها جونيور، الحمد لله. يليق المرأة تاع دروك تصبر،